الوصفه ديالنا كيفما تشوفوا معايا، عندي هنايا الرز كاس صغير، وعندي هنايا نص كاس ديال النشا، وعندي الذره البيضاء كاس. يمكنكم ديروا الذره الصفراء اللي كانت متواجده عندكم، غادي نضيفوا 5 المعالق ديال السنيده، كذلك غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، 4 كاس ديال الزيت، ومعلقه مع مرش ديال الكاكاو، تقريبا 4 معالق صغيره ديال الكاكاو. كذلك غادي نضيفوا نص معلقه صغيره ديال الخل، يبقى شوفوا معلقه كبيره ولا تقريبا غير نص، كما كيفما كتشوفوا معايا معلقه صغيره مع مرشه، هي ديك نص معلقه ديال الخل. وعندي كاس ديال الماء اللي غادي نبدا نجمعوا به الخليط، غادي ندوه على بركه الله. الماء ماشي بهذا الماء دافي هو اللي غادي نشتغلوا به، تبايا غادي نزيدو واحد معلقه صغيره ديال الخميره، ماشي خميره، الا كانت عندكم خميره ممكن ديروها، لكن ما ديروش الخميره، انا غادي نستعمل غير الخميره الرفيعه كيف ما سبقيه قلت لكم. من بعد ما ضفنا الخميره ديالنا كنبقاو نحركو على هذا الشكل، كنحصلو على الخليط داير بحال الشكل ديال الكيك، شوفوا معايا بالنسبه للكاس ديال الماء ما كنستعملوهش كامل، كيبقى فيه واحد تقريبا الربع اللي تيبقى فيه. كيف ما سبق ليا قلت لكم بالنسبه للماء بغيتي ديال الخميره يمكنو يدير خماره، اللي دار الخميره ما يديرش خماره، اللي دار الخماره ما يديرش الخميره، معلقه معلقه، وتديروا الخماره ديال معلقه، وتديروا الخميره ديال الحلويات، وامكانكم ديروا معلقه. صافي دابا غادي نخليوها ترتاح واحد شويه ونرجعوا ليها. ديالنا كيف ما قلت لكم بالنسبه للخليط ديالنا كنت قلت لكم غادي نخليه يرتاح واحد شي شويه، انا درت ليه فوق منه السلوفان تنحيدو بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا، نقرب لكم خليته يرتاح، مابقاش كيف ما كان ولا عقد بزاف وتقال لينا. غادي ناخذ دابا شي مقلام ديال الطيفان اللي غادي نستعملوها، وغادي ندوزو باش نبداو نطيبو. بالنسبه للعجين ديالنا فاحنا بامكان نشكلو من الاشكال اللي بغينا، الحقاش هي اصلا ثقيله بزاف، ماشي شي عجينه اللي هي خفيفه، يعني كديروا بها كيف ما تنقولوا حنا كتلعبوا بها كيف ما بغيتو نتوما. كيف ما كتشوفوا معايا هي
بدات كتقم ليا من هنايا بحال الشكل ديال البغرير، غير هي ماشي عجينه ديال البغرير. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالو، وباقا وحده صغيره كطيح في البوطه. كيف ما سبق لي قلت لكم ان العجينه زوينه، يمكن لكم تستعملوها يعني تلعبوا بها كيف ما بغيتوا نتوماي، وديروا بها الاشكال اللي بغيتوا. انا خدمتها غير بحال هكذا عاديه، وانتم بطبيعه الحال يمكنكم ديروا كيف ما بغيتوا. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوها بطبيعه الحال، وتردوا عليا الخبر شوفوا كيفاش كتجي. الشكل ديالها زوين بزاف وكتجي متقبه من الفوق ومن التحت بحال الشكل ديال الغير، وريني ماشي بغرير. بالنسبه للناس اللي ما مشتركش في القناه ديالي يدخلوا يشتركوا، بالنسبه للناس اللي باغي يصوروا على شي حاجه ولا بغا يعرفوا شي حاجه مرحبا، خليوها لي تما في لي كومونتير اولا دخلوا عندي الانستغرام كل ما يخص مرضى السيلياك، راه فيها نفس البروفيل اللي انا دايره في اليوتيوب. عفوا وانا مستعده كيف كنقول لكم دائما باش نحضر معكم جميع الوصفات اللي نتوما باغين، اولا نشارك معكم جميع الاسئله اللي نتوما باغين تعرفوها. وشكرا للجميع وبالتوفيق.